الحديث عن موضوع كثير من الناس يعانون منه، كثير يرتبط الشعور الدائم بالتعب ببعض الأمراض اللي تصيب الإنسان، لكن خبراء الصحة يشيرون إلى دور الغذاء ونمط الحياة الروتيني في التسبب بهذه المشكلة. وللتخلص من التعب يركز الخبراء على التغييرات في نمط الحياة اليومي، فالتعب وقلة النوم ليست هي السبب دوما، بل لذلك أسباب عدة. والملفت أن النوم جيدا لا يكفي للتخلص من شعور النعاس والخمول نهارا. طبعا الخمول والتعب المستمر أسئلة تحتاج إلى إجابات. ينضم معنا هنا الدكتور عواد الدايدي، استشاري طب الأسرة والمجتمع والتعليم الطبي. حياك الله دكتور ويا أهلا وسهلا. الله يحييك ويبقيك طول عمرك. أكيد أنها حالات متكررة الدكتور فيما يختص جدا بالتعب والإرهاق وخمول، ما في نحية لا تحرك أحيانا بشكل مؤقت وشكل دائم. أبرز المعلومات اللي ممكن نفتح فيها موضوعنا هذا، لأنه تتعدد الأسباب سواء اللي من المختصين أو حتى اللي تسمعها من المحيط. صحيح. أنا ببدأ من النقطة اللي قلتها، بشكل مؤقت وشكل دائم. إيه؟ الشكل المؤقت إحنا لما نتكلم على يوم يومين في الغالب تكون إما تراكمات تعب سابق، زي اللي يكون مسافر 3-4 أيام تلقاه نشيط وماشي حاله، لما يرجع تلقاه يكون اليوم اليوم الأول أو إلى الثاني تلقاه تعبان ومرهق، تجمع تعب. الناس اللي يداومون دوام طويل تلقاه بالويكند آخر يوم يبدأ يحس بالتعب، لأنه في حماس وطاقة وأدرينالين وكذا في خلال الأسبوع يبدأ يحس بيوم يومين. وهذا شيء بسيط، يعني ما نعتبره مرضي أكثر منه تغيرات فسيولوجية للجسم، أو ممكن يكون التهابات بسيطة في الحلق سبب تعب. هذا يعني يعتبر طبيعي. هذا المؤقت. كم المدة للمؤقت؟ يعني إلى 4-5 أيام، إلى أسبوع ممكن نقول مؤقت. نعم. لكن لما يجيك شخص يتكلم على 3-4 أسابيع، شهر شهرين، فترة طويلة، وهو حاسب تعب مثلا، لا هنا لا، معناته أنه فيه شيء خلف هالتعب هذا. طبعا احنا نقسمها الى 4 أقسام رئيسية. نعم. يا اما امراض عضوية او اسباب نفسية وتنعكس طبعا الى على شكل تعب. نعم. او ادوية كان ياخذها هالمريض هذا لاي سبب اخر وانعكست اثار جانبية. نعم. لا اثار جانبية. الجانبية. نعم. او طبيعة حياته وعاداته، والنوم اللي ذكرتها في التقرير في المقدمة. خلنا نبدأ بموضوع النوم بحكم أنها يعني عادات أنها أبعد ما تكون عن المرض. جيد. طبيعة الإنسان البالغ، أكثر الناس يتكلمون على 8 ساعات، هي تصنف من 7 إلى 9 ساعات النوم الطبيعي للشخص البالغ. لما يكون شخص ينام 4-5 ساعات ويسهر، طبيعة نحن حياتنا السعودية ولا نوم مقطع 4 في الليل أو نوم مقطع أو اللي ينام في النهار ما ينام في الليل، هذه كلها أسباب. حتى لو نام العدد يعني الكافي اللي هو 7 إلى 9 ساعات، لكن لما يكون نومه في النهار يختلف عن لما يكون نومه في الليل. لما يكون نومه مقطع برضو تختلف. لما يكون مصاب اللي احنا نسميه obstructive sleep apnea، اللي هو انسداد النفس التقطع اللي يصير في الليل. إيه؟ اللي ينقطع النفس عنده الاكسجين ويصحى ويرجع ويصحى ويرجع، واللي يشخرون بعد له علاقه. نعم. اللي يشخر هذا طبعا ما راح يرتاح، لانه حتى لو صح من النوم ما اخذ حاجته من النوم زي اللي اخذها الشخص العادي اللي نايم 7 ساعات ولا 8 ساعات نومه كامله. فهنا يكون طول اليوم هو حاسب تعب لانه ما نام باختصار. يعني حتى لو كان شكله نايم هو مو نايم يعني. فهي يا قله نوم، يا مشكله في النوم نفسه، يا مرض اللي هو قلنا له ستركتيف سليب ابنيا. هذا بالنسبه للنوم في الجوانب المتعلقه بالنوم. هذا المتعلق بالنوم. في مجموعه المتعلقه بالاغذيه والاكل. الناس اللي مثلا وجبه الفطور يطوفها، يعني بعض الناس يقول لك انا والله اخذ وجبه واحده في اليوم مثلا، يا غدا يا عشاء، وجبه دسمه ثقيله وباقي اليوم ما ياخذ، وفرحان بهالوجبه. فرحان هو، يعني هو يعتقد شيء ايجابي. يعتقد شيء ايجابي اني انا طول اليوم ما اكل، بينما هو الدهون تترسب من الوجبه هذه اللي ياخذها، لانه بياخذ وجبه دسمه بالعاده. طبعا بيأدبها. بالضبط. لانه هو بيكون جيعان طول اليوم. نعم. والله احنا للاسف حتى احنا نسويها احيانا مع الدوام الطويل والانشغال وكذا. ايه. تلقى واحد ينسى، يعني ما هو انه يعني قاصد، لكنه ينسى. كافي شاي من عارف ايش، وشغل وعمل ومشغول. والكافيين قلت الكافي وش له علاقه؟ هذه برضو هذه نقطه يعني مهمه جدا في موضوع الناس اللي يستعملون الكافي باستمرار، تعطيه طاقة في وقتية. مجرد ما ينتهي يبدأ يحس بالخمول والتعب.
الناس اللي ياكلون السكريات باستمرار او حتى الخبز. يعني بس دقيقه دكتور، الكافيين ما هو حل الخمول والتعب؟ لا بالعكس، بالعكس يزيده. هو يزيده للمدى الطويل. هو ممكن ينشطه لحظيا، نعم، لكن على المدى الطويل بيحس دائما اغلب وقته يعني خامل وتعبان. ممكن لوهله او لساعه مثلا شرب كافي يتنشط، ايه، لكن بعدها يبدا ينسحب، بيرجع الخمول والتعب. الخمول والتعب ويزيد معه، بالعكس قاعد يزيد معه. هذه نعم. بالنسبة للسلوكيات التغذوية، هذا السلوكيات والعادات. يعني نجي لموضوع الأمراض أو الأمراض العضوية، أو خلنا نأخذ النفسية لأنها أقل نطلع منها. أكثر ما أكثر مشكلة نفسية تسبب التعب والإرهاق مشكلة الاكتئاب. الشخص المكتئب الذي يعاني من مرض الاكتئاب، نتكلم على مرض الاكتئاب، مش الاكتئاب البسيط اللي يجي من حدث معين ويعدي، لا، احنا نتكلم اللي يعاني من مرض الاكتئاب يطلع معهم أعراض عضوية تابعة هي سببها الاكتئاب. نعم. ألام في العضلات، ألام في الظهر، خمول وتعب دائما، حس أنه يبغى ينام، ملازم الفراش. الناس اللي عندهم القلق والتوتر دائما، دائما متوتر، دائما متنرفز، هذا يستهلك طاقة عالية من جسمه، فتلقاه دائما بحالة تعب. هذا من الأسباب، كأسباب نفسية لها انعكاس على الخمول والتعب. بالضبط، اي نعم. ومن هنا ودينا برضو انبه نقطه، الناس كثير منهم يمكن ما يعرفونها او بعضهم يحاول ان يتجاهلها. الامراض النفسيه دائما تنعكس على بشكل عضوي. اي نعم، عشان كذا يا جماعه روحوا للطبيب. بالضبط. يعني هذه يعني، وللاسف انا والله يعني نقولها كثير، ولكن يبقى تحتاج انها وقت. يعني الشخص اللي يعاني من اكتئاب او من توتر او من ضيق او من كذا، يعني يتحاشى انه يروح لطبيب نفسي او طبيب اسره. انا برضو نقول طبيب الاسره ترى في موضوع الاكتئاب والقلق يقوم مقام طبيب النفسي، نعم، لانه مختص في هالامر هذا. لانه شوي ما في توعيه حول الاكتئاب. دكتور أبغى بس كلمتين أو ثلاثة حول هذا المرض، لأنك ذكرت له أمور عضوية. نعم. ويمكن كثير يمرون ولا يعرفون أنهم هم في حالة. نعم. اكتئاب. من ضمن التناقضات اللي موجودة عندنا في المجتمع. نعم. الشخص المصاب في الاكتئاب سواء هو أولية، حتى لما يكون مثلا امرأة ولا طفل ولا كذا. نعم. يعاني من اكتئاب أو مشكلة نفسية، ما عندهم مشكلة أن يودونه للشيخ. وأنا ماني ضد القراءة نهائية، لا أحد يفهمها خطأ، لكن ما عندهم مشكلة أن يودونه للشيخ يقرأ عليه قدام الناس كلهم، الناس يشوفون أنه يعاني من مشكلة نفسية. إيه؟ نعم. ولكن يقولك لا، أنا قدام الناس هذا منظور ولا مسحور ولا، ولكن ما يقولون انه عنده مشكله نفسيه. احنا ما يهمنا هل السبب عين، هل السبب سحر، ايا كان السبب، ما دام ان الشخص يعاني من مشكله نفسيه فانا اعالجه كمريض نفسي بالاعراض اللي موجوده عندي واللي موجوده في الكتب ودواها موجود وقاعد تستجيب للدواء. وبالطيب ومثلك مثل المرض العضوي. مثلك مثل ننتقل للمرض. نعم. المرض العضوي، تفضل. نجي للاسباب العضويه اللي تسبب لنا الخمول والاكتئاب او الخمول والتعب والإرهاق طبعا. على رأسها يجي فقر الدم، الأنيميا بجميع أنواعه، سواء في نقص الحديد، سواء نقص البي 12 ولا بي 12، سواء نقص الفوليك، بجميع أنواعها تسبب لنا تعب وإرهاق دائم. تلقى المريض دائما يقول هذا المسبب الأول عضويا الأغلب. نعم، الأكثر شيوعا. والمهملين يا دكتور في أنهم والله ما يحاولون يزودون طبعا النقص اللي موجود في الدم أو يراجعون أو يعالجون. على الأقل حل يمكن. على فكرة أحيانا ترى يجونا بعض المرضى يقول لك والله أنا، ونسأل كثير، نسأل السؤال هذا، عندك مشكلة نقص الهيموغلوبين مثلا أو نقص الحديد أو عندك فقر دم؟ يقول لك لا. طيب حللت قريب؟ لا ما حللت. طيب كيف عرفت أنك ما عندك نقص؟ نجي نحلل الهيموغلوبين نلقاه 7 ولا 8، يعني شيء نازل مرة يعني. بعضهم إلى 6، يعني ممكن يحتاج نقل دم حتى، مش يحتاج علاج. فيعني كثير منهم يقول لك يعني أنا ما أعرف إن اللي منتشر عند الناس، عندك فقر دم؟ لا ما عندي. فقر الدم لازم يحلل، لازم نحلل ونشوفه. إيه؟ هو ما يشاف بالعين المجردة. احنا عندنا اعراض تدل قد يكون الشخص هذا عنده فقر دم، اللي هو التعب والارهاق، هذه جزء منها. صداع، يحس دائما المريض عنده صداع. نعم. زيادة التنفس او انه يحس انه دائما تعبان يلهث وكذا، هذه اعراض فقر الدم الانيمي. قد تكون اعراض شيء ثاني، ولكن احنا ما نعلم الغيب ولا احنا سحرة، لكن مهم انه الواحد يفحص دائما وابدا. هذا الكلام. نعم. غير فقر الدم. هذه نقطة. النقطة الثانية اللي هي كسر الغدة الدرقية. الناس اللي يعانون من كسر الغدة الدرقية دائما يحس انه مرهق، تعبان، خامل، دائما. برضو من الاشياء اللي تربطها فيها دائما يحس ببرد حتى لو الجو كويس. دائما يحس ببرد، رغم انكم عندكم هنا يعني ما هو دليل ان الجو بارد هنا. فهذه النقاط تقريبا اللي تخص الكسل الغدة الدرقية. يعني اهم ما يميزها دائما، وكثير تصير حتى عند النساء. وهي ترى من الامراض اللي مرض مناعي، فيصير اكثر عند النساء. وصف دائما يجون النساء عندنا يوصفونها في العياده، تقول لك لدرجه حتى لما اجي امشط شعري احس يدي تعبانه، ماني قادر امشط شعري. هذه نقطه دائما يذكرونها. فهذه تميل اكثر مع موضوع الكسل الغده الدرقيه.
طبعا في امراض كثيره، الامراض المزمنه بشكل عام لا قدر الله، امراض السكر، فشل الكلوي، هذه كلها، لكن هذه ممكن تكون واضحه يعني مسببات، يعني من ضمن انعكاساتها اللي بالنسبه للمزاجيه. نعم. في ناس ترى يعتقدون دكتور انه والله يقول لك انا مزاجي، انا مزاجي تعبان اليوم فانا فيني خمول وفيني تعب، هذا اللي ممكن يندرجون تحت الامراض النفسيه. لا او لا، احنا الامراض النفسيه الشيء اللي تقلب المزاج لمده يوم او يومين او يكون في سبب فلان رسب في الاختبار، فطبيعي ان يكون مزاجه تعبان ويكون منعزل، هذا طبيعي، لكن احنا نتكلم على الشيء المستمر الفترات الطويله. قد يكون متقطع دكتور، يعني نتحدث انه والله انا صار لي شهر اشعر بخمول، ارجع اربع ايام مستنشط، ارجع اسبوع خمول، ممكن يجي بهذا الشكل؟ ممكن يجي، هو بعض الامراض النفسيه زي في شيء احنا نسميه الباي بولر اللي هو ثنائي القطب باي بولر، هذا يجي جزء اكتئاب لاشهر وجزء سعاده مفرطه، سعاده مفرطه، فهذا يعني الناس يعني الناس القريبين ما هم عارفين مش موضوع، فالاكثر الاغلب يقول لك هذا رجال ملبوس ما فيها كلام، مره مريض وطايح ومره مرفع يصحى. وهذا هذا المرض، عشان يعني نوجه رساله من يعني حتى من هالبرنامج من هنا، الشخص اللي تشوفه فترات اشهر مريض ومكتئب ومنطوي وفترات مرفع سعيد. مرفع بتعريفنا احنا وبلهجتنا بلهجتنا العاميه، لا الاغلب يطلق علينا هذا رجل ملبوس ما فيها كلام، الجني قاعد يطير والجني قاعد ينوم. هذا مرض موجود في كتب الطب النفسي وله علاج وقاعد وإن لم يعالج يصير خطير دكتور، عشان نوه برضه من الجانب. يعني المحزن الناس تبتعد عنه وهو قاعد يستجيب للعلاج، يعني يستجيب للأدوية. وعلى طار الأدوية، من ضمن الأشياء سبب اكتئاب بعض الأدوية اللي قلناها قبل شوي، بعض الأدوية من أثارها الجانبية أنها تسبب خمول أو تعب، من ضمنها الستاتينز اللي هي أدوية الدهون أو الكوليسترول. هذه إحنا كثير من المرضى نقول لهم خذها قبل النوم، بعضهم يسمع الكلام بعضهم يقول ما فرقت يعني وقت النوم ولا وقت النهار، ما هو مو عارف إحنا ليش نقول له خذها قبل النوم. هي بطبيعة من أثارها الجانبية أنها تسبب زي التيبس في العضلات، يعني دائما المريض يقول لك أحس عضلاتي ثقيلة، مكسلتني، خامل. سؤال بسيط بس، متى تاخذ العلاج الكوليسترول؟ والله اخذه الصباح. ليش اخذ الصباح؟ والله مع الادويه يعني قعدت اخذته معاهن. طيب الدكتور ما قال لك انك تاخذه قبل النوم؟ والله اظنه قالي، او بعضهم يقول قالي ولكن انا ما اخذته. احنا نقول احنا اللي سبب وقت النوم فتره التيبس هذه او الم العضلات، خلي يجيك وانت نايم فما تحس فيه، تصحى نشيط امورك طيبه. مكتوب في النشره حقتها دكتور انه يسبب الخمول؟ مكتوب في النشره، ولكن احنا والله انا يعني دائما احاول قدر المستطاع النشره اللي مكتوب يكتبون فيها شركات الادويه كل شيء، شركه الادويه علشان تخلي مسؤولياتها، حتى لو اللي يصير واحد بالمليون يكتبون. تخافون انتم كاطباء يوسوسوا المرضى؟ انا اخاف، انا مره من المرات في احد المرضى من مرضى القلق، مرضى القلق اصلا متخوفين من كل شيء، فاعطيته علاج للقلق، نزل الصيدليه جاني قال لي يا دكتور هذا يسبب الانتحار. قلت من قال لك يسبب الانتحار؟ قال لي هذا الوصفه، هذه الوصفه. والله انا اخذته بيده لاني انا عارف انه هذا ما راح ياخذ العلاج، تكلمت قلت سنعرف لما دام رجالي بالطريقه هذه ما راح ياخذ العلاج، اخذته من يده وقفنا عند باب عند الصيدليه. قلت افتح لي بنادول، افتح لي بنادول جديد، قلت اقرا لي النشره. قال والله يسبب مشاكل بالكلى وبالكبد. قلت بنادول احنا نستعمله كل يوم، ولا نقول لك إن هذه رساله منك للاطباء. نعم. دكتور النوم مو شغل، عطى وصف له الدواء وقل له يلا مع السلامه، لا اجلس معه وفهمه مهمه جدا. لان كثير من المرضى ممكن ما ياخذ الدواء بسبب اللي قاعد يقراه. نعم. احنا ما نقول ان ناخذ الادويه يعني، لكن استشر طبيبك. ايش استشر الطبيب؟ يعني احيانا بعض الاعراض الجانبيه قليله، يعني ما تسبب الشكل. دكتور هذه المسببات كلها طرحناها، خلينا نتكلم على السلوكيات الايجابيه المفترض ياخذها الفرد، اضافه بسالك عن المكملات الغذائيه ايضا اللي تعزز. تفضل. نعم. كمكملات غذائيه برضو هي تكون ممكن سبب، ممكن يكون نقص فيتامين د، فنحتاج ناخذ فيتامين د. ممتاز. احيانا يكون نقص في الفيتامين بي 12، الزنك، ممكن نحتاج ناخذه. هذه من الاشياء اللي ما تبان ما تشوفها، تحتاج تحليل. المريض لما يجي عند الطبيب عنده اعراض 1 2 3 4، الطبيب تلقائيا بخبرته وكذا يبدا يعني يقيم انه قد يكون كذا وكذا وكذا، فيطلب له التحاليل اللازمه اللي ممكن انها تكونها. ممتاز. بناء عليها يبين اذا كان ناقصه كذا يعطيه كذا، اذا كان مو ناقصه شيء. احيانا في شيء احنا نسميه كرونيك فاتيك سندروم، اللي هو المرض التعب المزمن، اسمه كذا هو كرونيك فاتيك سندروم. هذا ما له سبب، المريض يجلس اكثر من 6 شهور هو يعاني من تعب وارهاق شامل، هذا ما له يعني، هذه من الاشياء اللي ما لها سبب.
جيد. يعني دكتور شكرا جزيلا لوجودك، أكيد أنه موضوع مهم كثير، حاولت قدر الأمكان وما قصرت في أنك توضح أهم المسببات وأيضا طرق أيضا إن شاء الله بإذن الله يعني التلافي هذا الإرهاق أو التعب المزمن. شكرا دائما لوجودك معنا الدكتور عواد الدايدي، استشاري طب الأسرة والمجتمع والتعليم الطبي. شكرا دكتور مرة.